السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ كده الفيديو، يلا نسمي الله. ولو لسه ما اشتركتيش معايا في القناة، يلا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك. الفيديو بقى النهاردة روتين جديد كده بحماس جديد لكل ست بيت. بس روتيننا مش في البيت وتنظيفات والكلام ده، لا، هو نضيف. روتيننا في المطبخ النهاردة. عايزه اقول لكم، صحيت كده فتحت عيني، نزلت على الشارع، جبت شويه حاجات كده انا عايزاها في البيت، بجيبها معظمها بجيبها يعني كل شهر. وبعد كده طول الشهر بقى لو عوزت حاجه بصراحه بكمل، يعني انا ما بجيبش الحاجات اللي تكفيني الشهر كله. يعني انا حواليا كل المحلات وحواليا كل حاجه انا عاوزاها، بس اللي هو بجيب الحاجات اللي ممكن تتعبني او تاخد مني وقت، لو اشتريتها. يعني عايزه اقول لكم بقى، نزلت وانا راجع كده جبت للبنات فطير كانوا طالبينه مني، وعملته لهم زي ما انتم شايفين كده بالشوكولاته. كانت مرام جايبه الشوكولاته دي، الكيس منها ب 3 جنيه، شوكولاته كده سايحه، طعمها حلو على فكره، بس هي فرقه عن اللي احنا بنجيبها اللي هو صوص الشوكولاته ده، ان هو بيبقى مسكر شويه، هي حسها دلع سنه، بس طعمها حلو. يعني انا عجبتني اول مره نجيبها، بس عجبتني. مرام عندي بقى مليكه طلبت الفطيره بتاعتها نص صوص مربى ونص شوكولاته، ومرام طلبتها كلها شوكولاته. وكنت طالعه انا بقى، بصوا، هفتانه بطريقه فظيعه، يعني كنت هفتانه جدا جدا. فرحت عامله بقى مج نسكافيه كده، انا بعمله بلبن صافي، بحبش احط عليه بصراحة مية، بحس طعمه كده متغير. فروحت عاملة لي بقى مج نسكافيه، وقلت بقى اقعد اشربه بس، فكنت بتوب. قلت بقى اقعد اشربه عشان بقى اقوم اشوف اللي ورايا. يعني قعدت بقى شربته، البنات فطروا، ورحت واخدة بقى كده المواعين وانا قايمة. وقلت ابتدي بيها الاول خلاص، عشان يبقى عندي الحوض فاضي، وكان عندي كام حاجه كده في الصفايه، قلت اشيلهم عشان اللي انا هعمله هيطلع مش مواعين، ده هيطلع لي تقريبا الحاجه اللي في المطبخ كلها. يعني عايزه اقول لكم، بصوا، مرمطه ما بعدها مرمطه. يعني انا اليوم ده بجد بتعب فيه جدا جدا، وكل شهر اقول انا مش هجيب الحاجة كلها في يوم واحد. كل يوم مثلا اجيب حاجة، وبعد كده برجع الاقي نفسي نزلت اشتريت كل حاجة. وعايزة اقول لكم ان انا بنزل في اليوم ده مرة واتنين ويمكن 3 ساعات كمان. النهاردة ربنا كرمني ونزلت مرتين بس، معرفش ليه، بس انا دايما بجيب الحاجة وبص الاقي نفسي لا خلاص بقى انا كده مش هقدر اشيل اكتر من كده، وببقى تعبت، فاقول اطلع وحتى اخلص الحاجات دي وبعد كده انزل. معرفش هو تفكير صح ولا غلط، بس هو ساعات بيجي تفكيري كده، وساعات بيبقى غصب عني. ساعات انا لما ما بكتبش في ورقة وانا نازلة، او انا قبل ما انزل كده قعدت كتبت كل اللي انا عايزاه، بنزل بلاقي نفسي يعني بصوا ناسيه كل حاجة. ممكن ابقى واقفه عند الفرارجي وابقى عايزه مثلا، انا عارفه ان انا مثلا هجيب كذا وكذا وكذا وكذا، بس قبل ما انزل ما كتبتش الحاجات دي بنساها. يعني واقفه عند الفرارجي لا، ممكن انسى حاجه انا عايزاها من ضمن الحاجات اللي انا عايزاها. اروح عند العطار، نفس الموقف اللي حصل معايا النهارده، انا جبت حاجات عايزه اقول لكم، واقفه عند العطار مش عارفه انا عايزه ايه، وعماله ابص ادور كده في المحل، ابص حواليا مش عارفه انا عايزه ايه. والراجل بقى طبعا عارفين بقى كسوفي لما بيجي عايزه حاجه تاني، عايزه حاجه تاني دي اللي هو ايه، اصلا انا مش فاكره. يعني انت لو عايز تديني اي حاجه تضايقني انا اصلا مش فاكره. الموقف ده حصل معايا النهارده، انا وقفت عند عطار ورجعت بعد شويه، يعني لما جيت بقى نزلت مره تانية وقفت عند واحد تاني، جبت شنطه قد كده. امال انا كنت بعمل ايه الصبح؟ مش عارفه يعني انا وقفت عملت ايه الصبح، مش عارفه. فنصيحه مني لاي واحده ست كده هتنزل تجيب حاجات كتير من تحت، او حتى حاجات قليله، قبل ما تنزلي امسكي ورقه وقلم
واكتبي 1 2 3 اللي انت عايزاه كله، ويا تاخدي معاكي الورقة دي يا تسيبيها، يعني يا تسيبيها بس المهم ان انت حتى ذكرتي نفسك قبل ما تنزلي. وانا عن نفسي يعني انا بقول لنفسي خدي الورقة معاكي، يعني انا لما عملت كده المره التانية لما نزلت المره التانية كانت معايا الورقه بصراحه، وقفت بقى عارفين الراجل وقفت كده بكل ثقه بقى انا عايزه كذا 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 كذا، بقى هو اللي مش ملاحق على الطلبات بتاعتي، يعني هو اللي يعني انا اللي مستنياه خلاص عشان اطلب منه الحاجه، بقى يقول لي طب بصي اطلبي مني 2 3 اعملهم، وما خلص اطلبي 2 3. طب انا كنت بعمل ايه الصبح؟ ما تسالونيش عشان انا نفسي مش عارفه. بس فنصيحة مني ليكي قبل ما تنزلي كده اقعدي رتبي كل الحاجة اللي انت عايزاها، بصي على تلاجتك، بصي على الفريزر، بصي على التوابل بتاعتك، بصي على كل حاجة قبل ما تنزلي. هتنزلي تلاقي نفسك جايبة كل حاجة، وخصوصا لو انت بقى كمان هتجيبي حاجات من مكان بعيد عن البيت، يعني انا ايه يعني ربنا بيستر ساعات معايا وان الحاجات دي بتبقى قريبة من البيت، فانا ممكن انزل تاني. بصوا بقى يعني انا مثلا هنا وقفت عند بتاع الخضار، انا عايزه ايه من بتاع الخضار؟ جبت طماطم وجبت بصل، نسيت ان انا عايزه بطاطس، يعني انا عندي فلفل في البيت وعندي خيار وعندي ليمون، المفروض ان انا كنت عايزه اجيب بطاطس، انا نسيت البطاطس دي خالص، ما افتكرتهاش غير وانا بحط البصل. تمام. هنا انا جبت الحمد لله ان انا افتكرت يعني جبت الفيجيتار. انا هنا بعمل بقى حركة جماعة للبانيه ومثلا الفراخ المقلية والكلام دي والكلام ده، انا بجيب فيجيتار وبجيب بقسماط مطحون. ليه بقى؟ انا ما بحبش الفيجيتار لوحده، تمام كده، ما انا مش بحبه، ما بحبوش لوحده، وبقالي فترة مش عارفة ليه برضو ما بقيتش احب اللي هو البقسماط الناعم ده، فبقيت اعمل ايه بقى؟ بقيت اجيب بقسماط ناعم واجيب فيجيتار واحطهم على بعض، واروح بقى مبهراهم بالتوابل ايه حسب ما انت بتحبي تحطي، يعني تبهريهم، او لو ما بتحبيش انا عن نفسي بحب احطهم واحط معاهم ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكركم وكاري وسبع بهارات ودقيق ونشا، انا عن نفسي بحط كل الحاجات دي. انتي حابه بتحبي تحطي ده بتحبي مش بتحبي، بس عامه دي حاجه انتي المفروض تجيبيها برضو بالشعر معاكي، تقعد بقى تحطيها في علبه كده زي ما انا عملت. انا فضيت، انا كنت جايبه نشا وكنت جايبه دقيق والبقسماط والفيجيتار اللي انا كنت جايباهم دول وفضيتهم كده في علب. بس انا عايزه اقول لكم اتصرت عليكم الوقت، لاني انا بصيت لقيت الفيديو عامل ساعه وي، فما حبيتش اكرر تاني الفيديو بتاع الاكتر من اللي عدى الساعه ده عشان ما اطولش عليكم، فاتصرت حاجات كتير جدا، يعني اني عايزه اقول لكم والله العظيم اليوم ده خد مني من اول ما صحيت من النوم لغايه ما الليل ليل، يعني كانت حوالي الساعه 7 كده. كل ده انا ما قعدتش، يعني انا كل ده طول اليوم قاعده بص بعمل في الحاجات دي، فانا بقى ظبطت الحاجات دي في علب وشلتها على التلاجه، ورحت بقى جبت مسكت الطماطم كده، كان عندي بقى اخر حبه طماطم، انا بحب اعملها بالطريقه اللي هوريها لكم دي، بتسهل عليا كتير قوي طول الشهر. انا هنا كنت جايبه 3 كيلو طماطم، مسكتهم وغسلتهم وقطعتهم، ايه كل طماطمايه بقطعها 4 كده عشان بس يعني تتسلق معايا بسرعه، ورحت حطها بحطها على النار مع ربع كوبايه ميه كده واولع عليها. وابتدينا بقى ندخل في الجد. الجد ده بقى اللي هو الفراخ بقى والزفاره والكلام ده. انا هنا كنت جايبه ستريبس وكنت جايبه بانيه وجبت كبد وقوانص وجبت وراك، ما جبتش فراخ، ان عندنا احنا ما بنحبش ناكل الصدر، بناكل دايما الورك اكتر. ممكن يكون محمد سعد بيحب الصدر، بس عارفين انتوا بقى 3 على 1 يدوب يدوب يا جماعه، انا والبنات بنحب الوراك يبقى نجيب الوراك. تمام كده، اسفين يا صلاح، يعني قصدي اسفين يا محمد. فبجيب بجيب وراك مش بجيب فراخ، وبجيب البانيه لوحده من عند الراجل، وجبت ستريبس وجبت كبد وقوانص، والمفروض ان انا كنت عايزه اجيب الاجنحه مش الهياكل، الاجنحه، يعني الاجنحه انا بجيبها كده وبقطع منها اللي هو الجزء الثالث ده، بيبقى عندي اللي هم القطعتين اللي عاملين حرف الفي، بحب اعملها للبنات زي زي يعني زي اللي اسمها ايه
والله نسيتها، الكوكي زي الأجنحة، الكوكي كده بحب أعملها لهم، فالمفروض إن أنا كنت عايزة أجيبها ونسيتها في المرة الأولى وفي المرة التانية، يعني المرتين اللي نزلت فيهم الحمد لله نسيتها. عايزة أقول لكم بقى إن أنا ما جبتش لحمة خالص الشهر ده. هتقولوا لي ليه؟ هو كده احنا مش هناكل لحمة يا جماعة. لا مش بالظبط. انا محمد بصراحة من يومين قال لي بقول لك ايه، ما تجيبيش ما تجيبلناش لحمة الشهر ده، البنات كل ما بنعمل لحمة بيردوا شكلوها، بنفضل نغصب عليهم، كل واحدة بتاخد حتة، يعني الاتنين تقريبا ما بيكملوش نص قطعة لحمية، تمام كده. فاللي هو قال لي لا بصي خلاص، بدل هما بياكلوا فراخ هاتي فراخ وما تجيبيش لحمة وخلاص، يعني انه هاتيها مثلا مرة في الشهر ولا حاجة عشان خاطرهم. فبالفعل انا عملت كده، بس ما اشتريتش بقى لحمة، لان انا كان اصلا متفضل عندي لحمة من الشهر اللي فات، كان عندي يعني حوالي تقريبا نص كيلو كده لحمة، فقلت خلاص ايه مش هشتري بقى لحمة، اجيب مفروم بس. وبالفعل ما اشتريتش لحمة، وهجرب الموضوع ده الشهر ده. انا عن نفسي مش عارفة هيبقى كويس ولا لا، بس هجربه مفيش مشكلة، وكده كده لو عصت الجزارين موجودين عندي، يعني مش بعيد. فانا جبت ايه الفراخ وقلت اجرب الموضوع ده. انا اسفة انا كل شوية هتتوب معاكم، انا خلاص ده اخر اليوم بالنسبة لي، ومفروض ان انا خلاص كده نايم وتعب بقى، تعب 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 طول اليوم، يعني كان المفروض انام اصلا، بس انا قلت اخلص لكم الفيديو ده وانزله لكم قبل ما انام. هنا بقى انا كنت مسكت الفراخ كلها، يعني بصوا بقى اللي هو الاستريبس والبانيه والكبد وقوانص، زي ما انتوا شفتوا كده انا برضو غسلت قطعتها وغسلتها. وهنا كنت خلاص بقى ايه خلصتها. انا عملت الكبده كده لوحدها والقوانص لوحدها، عقبال بس منزل واجيب الطبقه اللي انا بشيل فيها. بصوا القوانص بقت بيضه بيضه زي الفل، والكبد اللي انتوا لسه شايفينها. هنا خلاص خلصتهم. المشهد اتعاد تاني، معلش مش قادره، خلاص مش قادره بقى اشيله لكم، يعني خلاص الحته دي اتعادت، فمش مشكله يعني، شوفوها عادي للمره التانيه، اعملوا نفسكم ان انا كنت جايبه كبد وقوانص تاني. وهنا هو شطفت برضو الستريبس بقى بعد ما كنت نقعته، انا حطيت جنزبيل، كنت جايبه بقى كيس جنزبيل كده، انا عامله حساب ان الكيس ده لقتل الفراخ بس، وليمون، انا بحط جنزبيل وليمون وبركنهم بقى ايه، بركنهم في الميه بقى بعد ما كنا نضفت وشطفت والكلام ده. وهنا ومسكت بقى الوراك، انا هنا عملت دبابيس، يعني عملت كده دبابيس لوحدها، واللي هي الحته اللي بعد بقيه الورك دي مش عارفه اسمها ايه، اللي فوق الدبوس يعني، الكف اسمها الكف تقريبا يعني. برضو هعمل لها طبق كده لوحدها، وجايبه بقى انا بصوا القطع الصغنطوطه دي، يعني الكف ده انا قسمته اتنين، قلت ده بقى اعملها لهم ايه فراخ التكه كده مره، يعني مره كده اعمل لهم فراخ بتاع التكه دي. فعشان كده رحت قسمتهم اتنين وقلت هعملهم بالقطع دي. هنا انا بقص ايه بقى من الفراخ، انا بقص الجلد الزياده، الجلد والدهون اللي هي بتبقى زايده دي، بعملها كده بالمقص، بتبقى اسهل من السكينه، يعني انا جيت حتى هجرب السكينه لقيتها هتتبرد معايا، رحت ركنتها وجبت بقى المقص على طول. المقص بصراحه بيبقى سهل جدا في الحاجات اللي بتتقص دي، انا بستسهله في كل حاجه، كيس فراخ اي حاجه، بصوا على طول على طول شلت الجلد في ثواني. هنا بقى كنت خلاص خلصت القطع اللي هي الصغننه، وبطلع بقى الايه الكفوف اللي هي الكبيره دي عشان ايه برضو انقعها في طبق لوحدها، وابقى عارفة ايه لما اجي احطهم ابقى عارفة ايه ان دول الكفوف. بصوا هنا بقى احط الجنزبيل واحط الليمون، وهبقى كده نقعت الايه الحاجات دي كلها، خلصت انا البانيه وخلصت الستريبس. اخلص بقى كمان ايه الفراخ عشان تبقى ايه على جنب كده لوحدها. وانا على فكرة هعمل لكم فيديو في ازاي انا بقسم الاكل ده، عشان يعني بعد ما اجيب بقى بقية الحاجة
هعمل لكم الفيديو ده واوريكم ازاي انا بمشي بالحاجات دي طول الشهر، وازاي بقسمها وبعمل بدا ايه وبعمل بدا ايه. دي حاجات بصراحه بتسهل عليا طول الشهر، انا ببقى عايزه حاجه خفيفه، حاجه سهله، حاجه ما تاخدش معايا وقت. هنا بصوا الحاجه كانت خلاص بقى مترتبه كده ومتستفه، والطماطم ولعت يعني كان شغال بقى عليها. مسكت بقى الورق وقلم بتوعي اللي انا بقول لكم عليهم، وقعدت بقى اعمل تشيك اب كده على التوابل والحاجه اللي في الضرفه، وقعدت بقى مع نفسي كتبت بقيه الحاجه اللي انا عايزاها عشان لما انزل على طول كده بقى ايه اجيبها. وده فعلا اللي حصل معايا وسهلت عليا الدنيا جدا، ولما بعمل الكلام ده بيسهل عليا قوي. يعني دي انا مش اول مره اعملها، بس دايما يعني دايما ساعات بتفوت مني، ساعات كده اعدي شهر ما تتعمل مني، فبصراحة بلوس. هنا بقى بصوا كانت الطماطم خلاص خلصت، خلصت استوت يعني بس، فانا قلت اضربها بقى بالهاند بلندر كده. هنا طبعا انتوا شايفين ممكن تكون باين لكم اللي هي البذور بتاعت الطماطم. انا طبعا بصفيها يعني، انا بعد كده وممكن لو مستعجلة ما بصفيهاش بصراحة، يعني انا ساعات ما بصفيهاش بس ساعات بصفيها. وهنا بقى انا كنت نزلت ورجعت وجبت بقى بقيه حاجتي. بصوا يعني انا كنت جايبه ايه في الاول معرفش، ونزلت الحاجه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كلها انا لسه جايباها. فاللي هو ايه، طب انا كنت بعمل ايه الصبح؟ مش عارفه يعني، مش عارفه. هنا بقى انا بصوا شلت الحاجه اللي انا جايباها، انا ركنت كده الحاجات اللي انا عايزه اوريها لكم بتاعت الفريزر عشان اعمل لكم ليها فيديو لوحدها كده على روقان. وقفت بقى ايه افضي كل الحاجة اللي انا جايبها دي، اشيل كل حاجة مكانها عشان ايه ما يبقاش عندي بقى دوشة وما يبقاش ايه المطبخ مكركب. انا بقول لكم اليوم ده انا اتحديت، انا رجلي مش قادرة اقول لكم رجلي كانت عاملة لغاية حاليا والله رجلي وجعاني. ليه؟ انا طول اليوم يعني طول اليوم عارفين والله العظيم انا يعني حضرت الغدا في نص الكلام ده كله. حضرت الغدا وقعدت اتغديت مفيش، ما كملتش 5 دقايق تك 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 اكل كده على طول، ورحت قايمه على طول مكمله. فاللي هو عارفين ما لحقتش يعني، ما لحقتش اقعد، ما لحقتش استريح، كان يوم هدى. عارفه ان انا بعديه برتاح شويه بس بجد هدى جامده قوي يعني. ما اعرفش انصحك تعملي كده ولا لا، بس انا عن نفسي بعمل كده وبتعب جدا جدا في اليوم ده. برتاح اي نعم، مش قوي يعني، انا كده كده بقف في المطبخ يعني، مش بشيل الاكل مطبوخ. بس ايه انا برتاح بعديها يعني. هنا بقى بص انا كنت خلاص فرست بقى الحاجه كلها، عبيت كل الحاجه اللي انا هشيلها، ودي اللحمه اللي انا بقول لكم عليها اللي فاضله من الشهر اللي فات. وجيت بقى قلت ايه امسك الفريزر بقى ارص كل الحاجه اللي فيها، تشوف انا برصها ازاي. بص انا عندي حاجات عايزه، مفروض عايزه اعملها يعني، عندي قلقاس عايزه اجيب معاه باميه اشيلها، وعايزه اصلا اعمل القلقاس ده، ادعولي ان شاء الله اعمله، هو عايز له سلق بس. العلب اللي ورا دي على فكره دي علب شوربه، انا ببقى شايله عندي الشوربه دي لو عوزت حاجه مثلا وانا مش قاليه فريخ، ممكن ابقى مثلا عامله بانيه، مطلعه حاجه، مطلعه هعمل مثلا الفراخ، اسفه الفراخ من غير سلق، فتبقى عندي الشوربه دي لو احتجتها لرز، احتجتها المحشي، للملوخيه، الكلام ده بتنفعني. وهنا خلاص كنت خلصت بقى الفريزر زي ما انتم شفتوها كده، حاجتي كلها جاهزه، حاجتي كلها مغسوله، مع اني بطلعها بس اغسلها بس بتبقى شطفه كده خفيفه، مش زي طبعا اول ما تجيبيها وتنقعيها وتشيلي منها الزفاره والكل والكلام ده كله. وهنا كنت جايبه بقى عسل اسود وجايبه طحينه ومفضيتهم برضو، وقلت اشيلهم بقى ايه كده في التلاجه، وجايبه البيض. ودي لولي، لولي واقفه لي يعني، مرام واقفه ماسكالي كيس البيض وهي واقفه بتتفرج علينا، وعايزه اصلا عايزين الاثنين بيبقوا حابين يساعدوني بصراحه، بس انا ما بدهمش فرصه. انا ما بدهمش فرصه لاني ببقى عايزه اخلص بسرعه وعايزه انجز اللي ورايا كله، فعشان كده ما بتجيش الفرصه ان انا اخليهم ايه يساعدوني يعني. بصوا هنا بقى بعد ما شلت الحاجه رجعت بقى لمواعيني كده على طول، اخلص مواعيني، الدنيا ورايا نظيفه، اخلص بقى المواعين دي عشان ايه ما يبقاش ورايا حاجه. عايزه اقول لكم تاني اليوم ده يا جماعه، بصوا يعني
مش قادرة اقول لكم متعب قد ايه وتعبني قد ايه. فربنا يعيننا يا رب جميعا. كل ست بجد بتتعب والله، حتى لو قاعدة في البيت وما بتشتغلش. شغل البيت متعب، مع لو بتشتغلي كمان الموضوع بيبقى متعب زيادة. فربنا يعيننا يا رب جميعا، ويقوي كده كل ست على بيتها وعلى مسؤوليتها. بصوا بقى هنا، خلاص خلصت المواعين، ظبطت الدنيا، الطماطم كان لسه والي عليها وخلاص بقى هتخلص. هنا خلصتها وصفيتها، وزي ما انتم شايفينها بقى بصوا بقت قمر كده. بصوا هنا انا كنت مصفياها ولونها بقى عامل ازاي. نسيت اقول لكم ان انا كنت حاطه معاها معلقه بابريكا كبيره. انا يا بحط بابريكا يا بنجر، حاجه من الاثنين. بتدي كده لون حلو، والاتنين ليهم كذا يعني قيمة غذائية حلوة. فانا عامة يا بحط ده يا بحط ده. بصوا مخليه لونها عامل ازاي، حمرة حمرة جدا يعني. بس وهنا بقى يكون خلاص الفيديو بتاعي خلص، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. ويا رب لسه بقى معايا في الفيديو لغاية دلوقتي ومكملة، يلا بقى اشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بعد اذنك، والسلام عليكم.